انا سالت الفنانين اللي بتبعني تحبوا اعمل لوحه المونوكروم بتاعتي بلون ايه، 48% منهم اختاروا اللون الازرق مع اني كان نفسي اعملها برتقالي، بس ممكن اعمله بارت 2. المهم يلا بينا نرسم سوا. طريقة المونوكروم في الرسم بتساعدنا جدا في فهم أماكن الظل والنور في لوحاتنا، لأن احنا بنركز فيها على قيمة اللون وبس، ومنشغلش بالنا بقى خالص بتركيب الألوان وتظبيطها. ومن المهم ان احنا نعمل التدريب ده باستمرار، وحتى قبل كل لوحة هنرسمها ممكن نعمل ليها سكتش صغير كده بنوضح فيه لنفسنا values وقيم الألوان اللي في اللوحة اللي هنبتديها. واحنا عامة كفنانين كل ما بنجرب خامة ألوان جديدة زي الأكريليك أو الزيت أو أيًا كان الخامة اللي هنجربها، لازم نبتديها بلوحة من الكروم نفهم من خلالها الخامة أكتر قبل بقى ما ننجرف مع تكوين الألوان، لأن دي بتبقى حاجة معقدة أكتر.